صحيح. طبعا على السوشيال ميديا يتحدثون عن انه في مباراة منتخب السعودية اليوم امام المنتخب الارجنتيني، والتي جرت فيها الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة. تحدثوا عن انه قطر وزعت على الجماهير الافطار، وجبة الافطار للجماهير السعودية، دعما منها قطعا للاشقاء في السعودية. بماذا تعلق على هذا الكرم الكبير؟ والله المسلم كريم بطبعه، والعرب ضربوا أعلى المثل في الكرم، والكرم يعني أمر لا يعرفه غير العرب. يعني المنطق المادي الجاف الذي يحياه غير المسلمين لا يعرفون الضيافة ولا أدب الضيافة ولا حكم الضيافة، لا يعرفون ذلك. فهذا أمر جديد لعلهم يفهمون منه معنى من المعاني ما عمرهم يعني وصلوا إلى شيء منه.